يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، أي بحبلين طويلين، يربط بحبلين لشدته وقوته، فيخشى أن يقطع حبلا من الحبال فيهرب إذا كان الحبل واحدا. فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو سحابة، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. وفي رواية سمعت البراء يقول: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة، فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإن السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. نعم، في رواية ذكر أحمد ذكر غير أنهما قال تنقز، يعني تتحرك الفرس. قال: وحدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقارب في اللفظ. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن الهاد أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد الخدري، اسمه أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان، وهناك صحابي آخر اسمه سعد بن مالك، وسعد بن مالك الزهري هو سعد بن أبي وقاص. أن أبا سعيد الخدري حدثه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه، المربد الذي ييبس فيه التمر، المكان الذي ينشف فيه التمر يفردونه كي ييبس، إذ جالت فرسه أي وثبت، فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا. قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، يعني أن تدوس على ولدي، فقمت إليها فإذا مثل الظل فوق رأسي. الظل معروف التي تقي الشمس، ظل فيها أمثال السرج، عرجت في الجو حتى ما أراها، يعني كأنها سحابة، صعدت السحابة إلى السماء حتى ما أراها. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة في من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفت، وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج، عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم.